برحب بحضرتكم وفقرتنا الحواريه واللي هيكون ضيفنا عبر زوم الدكتور عباس شرائي استاذ الجيولوجيا جامعه القاهره، واللي يمكن هنتكلم عن الاثار اللي بيعيشها العالم بعد زلزال تركيا وسوريا. حاله من يعني من الرهبه، كلنا يمكن جالنا زلزال قبل كده وشفنا قد ايه، برغم الخسائر يمكن ما كانتش بهذا القدر اللي حاصل واللي اثر على العالم كله. احنا فين من هذه المنطقه؟ فكره العالم اللي بيطلع اللي تكهن بهذا الزلزال واللي دلوقتي بيشير الى مصر ان ممكن تكون هي القادم في هذه الازمه، فكره ايه يعني الاحتياطات اللي ممكن تاخدها دول، هل ممكن يبقى في مؤشرات للزلازل العلميه ومعروفه تكون مؤشر للدوله او لمن لهم مسؤوليه ان هم يتدخلوا؟ خلينا نرحب بالدكتور عباس شرائي استاذ جيولوجيا جامعه القاهره ونعرف اكتر عن هذه الاسئله. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك وكل الساده المشاهدين، اهلا وسهلا. برحب بحضرتك يا دكتور. خلينا نبدا بما حدث اليوم في تركيا، وهو زلزال 5.5 تقريبا في وسط تركيا. هل ده ممكن يكون منذر لنفس القوه اللي حصلت في الزلزال اللي فات تتم مره ثانيه هناك؟ والحقيقه ان توابع الزلزال ما زالت مستمره، يعني يوميا بنشوف زلازل، ربما على الاقل 20 زلزال ولكن بشدة تتراوح من 4 إلى 5 أو أقل من 4. يعني اليوم كان في 5-6 زلازل من 3 إلى 4، ولكن منذ 10 دقائق فقط كان في زلزال شدته 4.7 في نفس مكان الزلزال الكبير اللي يعني حصل يوم 6 فبراير. يعني بالزبط. أي أماكن متصدعة التوابع مستمرة وهذا طبيعي، يعني ده حصل في تركيا، حصل فيها زلزالين كبار خلال المئة سنة الأخيرة. حصل زلزال سنة 39 شدته 7.8 بنفس قوة الزلزال هذا العام، وراح ضحيته 33,000 مواطن. الحقيقة يعني وكان عدد سكان تركيا في ذلك الوقت أقل من العدد الحالي، يعني ربما الربع، والكثافة السكانية وكثافة المباني. فالمتوقع ان الضحايا في هذا الزلزال يكون عدد كبير. حتى الان يعني بنتكلم على حوالي 45,000 وما زال قابل للزياده، لان في الكثير لسه تحت الانقاض. فيعني ده اكبر زلزال من 100 سنه تقريبا بشده 7.8. هل الشده دي ممكن تتكرر تاني يا دكتور؟ ده الامر الطبيعي، لكن تتكرر امتى؟ يعني احنا لما شفنا الزلزال الكبير سنه 39 شفنا بعد منه مجموعه من الزلازل تصل الى 5 أو 6، لكن الزلزال الكبير اللي تلى 39 كان سنه 99. والان بعد سنه 99 الزلزال هذا العام. شفنا سنه 99 لما حصل كان في اغسطس 99، وبعدها بثلاث شهور حصل زلزال آخر شدته 7.4، يعني كان أغسطس 7.6، ثم بعدها بثلاث شهور زلزال آخر 7.4. إذن التوابع المفروض إنها أقل وبتضعف، لكن من الممكن أن يكون في زلزال كبير آخر. هذه هي طبيعة المنطقة في تركيا، لأنها بتقع ما بين تقريبا ثلاث قارات، في ويفصلها عن الثلاث قارات يعني فوالق ضخمة للغاية، وهناك حركة على هذه الفوالق، وبالتالي يعني هذه الزلازل بهذه القوة ممكن، لا أحد يمكن أن يتوقع أو يتنبأ بأي زلزال سواء فيه هيحصل أو ممكن أن يبقى التوابع يعني تقل تدريجيا إلى أن ينتهي الأمر، وممكن بقى بعد 10-20-30 سنة يحدث زلزال آخر كبير. لا أحد يمكن أن يؤكد أن الزلازل خلاص انتهت أو هناك زلزال آخر كبير رغم كل ما يقال. يعني العالم الهولندي المتخصص في الزلازل تنبأ بزلزال تركيا وسوريا واللي أشار لده وبالفعل تم، فيمكن اداله شيء من لفت النظر، شيء من الصدفة، أنا مش عارفة علميا هي تصنف إيه. هو بيشير أن مصر هي القادم، مصر ولبنان هي القادم في الزلازل القادمة. هل احنا فعلا دخلنا في حزام الزلازل وهل احنا فعلا معرضين للخطر يا دكتور؟ لا، احنا يعني ارجع للباحث الهولندي، هو نفسه قال انا باحث، يعني ومجال البحث عنده هو بيربط، بيتكلم بالنجوم. ايوه بالظبط، بين حركة الكواكب والنجوم والقمر بالارض. والحقيقه يعني هذا الربط موجود، ولكن
بيبقى أوضح في الكتل الهوائية وفي المياه، وده اللي بيسبب المد والجزر. ولحضرتك لو تفتكري الباخرة اللي كانت جانحة في قناة السويس، وانتظرنا أن في حالة الجزر تكون المياه رجعت، المد والجزر المياه بتبقى يعني بتطلع على الشاطئ في أوقات اللي هي بنقول عليها أيام الأيام القمرية اللي بيكون فيها القمر بدر، لأن هنا وإذا وقع القمر ما بين الشمس والأرض على خط مستقيم بيكون الجذب أكبر ما يمكن. لكن هذا في الكتل الهوائية يعني يستطيع أنه يجذب الهواء، يستطيع أنه يجذب المياه، لكن الجذب الصخور وجذب القشرة الأرضية الصلبة هذا يعني ده أقل ما يمكن. فهو بيربط ما بين مواقع النجوم والشمس والقمر، وإن ده يجذب القشرة الأرضية وبالتالي كده يعمل زلزال. لو كان هذا الكلام صحيح معناه أن احنا هنشوف زلزال كل يوم، إن احنا عندنا المد والجزر يوميا وبيشتد في الأيام القمرية، يبقى الزلازل تشتد في الأيام القمرية. وبعدين طيب في أي مكان من العالم، مش معنى تركيا، لماذا لا يعني لا يوجد ما المد والجزر موجود في بحار العالم بالكامل، ولكن لماذا يعني هنا التنبؤ في تركيا إن وكأن القمر والنجوم شغال على تركيا فقط. يعني هذا الكلام لسه يعني الكلام ده ليس علم معترف به حتى الآن، هو بيحاول يربط. والحقيقة النهاردة الليلة برضو كان فيه لقاء مع أحد المتخصصين في العراق واللي بيأيد نفس النظرية، لكن هذا الربط يعني الربط ده في الهواء وفي المياه ولكن ليس في الصخور، لأن معنى ذلك أن الزلازل تبقى متكررة وفي نفس المكان ومتكررة إما يوميا أو أسبوعيا، وهذا لم يحدث. دكتور عباس، بما أن حضرتك متابع ما يقال تقريبا على كل القنوات، إيه أكتر معلومات خاطئة حضرتك سمعتها وأزعجتك كعالم جيولوجيا؟ هو الحقيقة يعني هذا الكلام يعني حديث الباحث الهولندي، والحقيقة هو لم يذكر أن هناك زلزال كبير في مصر. هو ذكر قال إن وربط طبعا القمر والنجوم مع تركيا، وقال إن هو احتمال إن يحدث زلزال كبير، وإن ربط إن في فالق اللي تم عليه الزلازل وده بيسمى فالق شرق الأناضول، وهذا الفالق هو امتداد لفالق كبير بيسمى فالق البحر الميت، وهذا الفالق ممتد جنوبا إلى خليج العقبة والبحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي جيبوتي وإثيوبيا وإريتريا، ويمتد جنوبا حتى موزمبيق، وده بنسميه الأخدود الإفريقي العظيم. فهو بيقول هذا الفالق نشأ عليه هذا الزلزال الكبير، قد يمتد هذه الزلازل إلى البحر الميت، وده أمر طبيعي. يعني البحر الميت ما بيحصل فيه الزلازل، وحصل فيه من الأسبوع الماضي زلزال شدته 4، ولكن يعني هذه هي الشدة. وخليج العقبة وخليج السويس هذه أيضا مواقع زلازل لكن زلازل متوسطة وخفيفة. فبيقول أنه بيتوقع أن ممكن الزلازل تمتد إلى البحر الميت وقد تصل إلى مصر، ولكن ما بتصل إلى مصر، هي مصر موجودة بالفعل، يعني عندنا الخليج السويس وخليج العقبة وفيه الفوالق معروفة، وهذه الفوالق هي اللي تجمع فيها البترول وهي اللي بيحدث فيها يعني الزلازل، ولكن زلازل خفيفة يعني في حدود من 3-4 لما بتحصل، وغالبا أقل من 3. فلما يتوقع وبعدين من ضمن توقعه بيقول إن يعني ممكن خلال الأسابيع القادمة، ممكن خلال سنة، ممكن خلال 10 سنين. طيب يعني زي ما تيجي وفي الآخر نقول إن الرجل كان متوقع، يعني تحصل زي ما تحصل وفي الآخر نقول يا ده الرجل كان متوقع، وهي أصلا هي في نتائج طبيعية. هو توقع كم مرة قبل كده؟ يعني دلوقتي إذا صادق في التوقع لتركيا، كم مرة توقع خلال السنين الماضية؟ والرجل سنه كبير ما هوش صغير، فكم مرة توقع وكم مرة صادفه الحقيقة؟ طب ويتوقع لنا بالمرة دلوقتي؟ وهو قال أنا أعمل بالفلك ومش منطقة الجيولوجيا هي اللي أنا ببحث فيها أو هي اللي برصد من خلالها النتائج اللي أنا بقولها. خليني أسأل حضرتك عن هذا الربط لن يثبت إن هو علمي وبالتالي لا يمكن أن نعتمد عليه. ده بيعتبر زي بتوع الحظ والتنجيم منه أقرب إلى العلم. بما أن احنا بنتكلم في الحاجات اللي هي الأقرب إلى العلم والكلام اللي يمكن مش منطقي أو أنه هو زي ما قلت لحضرتك إيه أصعب حاجات سمعتها بعد حدوث الزلزال الكبير ده، خليني أتكلم مع حضرتك عن بعض الإشارات، مثلا أنها
قوى دولية وبعض الناس اللي بتعرف تصنع الزلازل، وشفناها في مواقع من الناس أو يعني بعض الناس بتتكلم عن ده شيء عمل صناعي مصنع مش من الطبيعة. سمعت الكلام ده يعني حضرتك؟ طبعا هذا الكلام احنا سمعناه برضو على كورونا بالضبط. ما احنا بنمشي بالتسلسل، اي مشكله يبقى لا في دول عظمى هي وراء هذه الاحداث بالضبط. واحنا حتى الان لا نعلم اذا كانت كورونا مصنعه ام هي يعني وباء. طب وده يجوز ان احنا نقوله على الزلازل؟ يعني ممكن تبقى زلازل مصنعه؟ لا، في 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 قنابل نوويه، عندما يتم تفجير قنبله نوويه مثلا تحت المحيط يعني بيبقى في غواصات لا يمكن رصدها، وهذه الغواصة معها قنبلة نووية وزرعتها وتم تفجيرها. ده ممكن، ولكن هنا بيبقى قوتها مش ليس بقوة زي اللي شفناها. زلزال تركيا، زلزال تركيا يساوي 1000 قنبلة نووية في قنابل هيروشيما، وده أزاحت كتلة الأناضول حوالي 3 متر في اتجاه البحر المتوسط، وكتلة الأناضول طولها أكثر من 1200 كيلو متر في عرض حوالي 500 كيلو، وبالتالي يعني دي كتلة ضخمة جدا، وهذه الإزاحة وإنها بهذه القوة يعني لا أعتقد إنها تكون يعني قنابل نووية، لأن ده أكبر من قنبلة نووية 1000 مرة، يعني معناها في 1000 قنبلة نووية. أنا عشان كده حبيت أطرح السؤال لحضرتك، بما إنك عالم ومش بتكلمنا إلا من خلال معلومات، فبالتالي مش بالرؤساء يعني حضرتك شايف السوشيال ميديا بقى نوع من أنواع الجذب أيضا لبعض المشاهدين، فبالتالي لا ده شيء دول عظمى، ويمكن لإطفاء العظمة أو لإطفاء الغموض على دول، لإطفاء القوة على دول برضو ممكن تستخدم في هذه المجال. خلينا نسأل حضرتك يعني عن اتفضل يا فندم. يعني احنا شفنا الزلزال الأول حصل فجر يوم 6، وبعدها 9 ساعات حصل زلزال آخر بشدة 7.5 يبعد عنه حوالي 60 كيلو، وشفنا مجموعة من الزلازل شدتها أكثر من 6. فكل هذه الزلازل يعني هي صعب ان احنا اعتراض الطبيعة أكيد يعني. وخصوصا ان احنا تم رصد هذه الزلازل، والزلزال الأقوى اللي هو 7.8 تم رصده بجميع محطات العالم، وان عمق ما أو بنقول بؤرة الزلزال اللي هي طلع منها الزلزال بيبقى تحت سطح الأرض، فطلع انها تحت سطح الارض ب 18 كيلومتر، وهذا لا يمكن ان احنا نوصل له، هذا العمق لا يمكن نوصل له ونزرح فيه قنبله انها تنزل تحت 18 كيلو. دكتور خلينا نسال حضرتك عن بعض شواطئ الاسكندريه واللي حصل على الشاطئ تشققات واضحه من جراء تسونامي، ام دي اشاعه ممكن تحصل وممكن يبقى في دي توابع لزلزال هيحصل في مصر او اي مكان؟ حضرتك شفت التشققات دي حصلت بناء على ايه؟ الحقيقه يعني احنا تسونامي هو عباره عن موجات بحريه بتكون الموجات مرتفعه ربما 10 20 30 متر احيانا، بتكون بتنتج غالبا لما يحدث زلزال وبس يكون مركزه داخل البحر علشان هو اللي يعمل اضطراب، لان هذه الموجات بتخرج كاننا بنلقي حجر في بركه مياه، فبتنتقل الامواج بصوره دائريه في جميع الاتجاهات. يمكن زلزال تركيا كان في الداخل حوالي 100 كيلو وما كانش على شواطئ البحر المتوسط. في بعض الزلازل حصلت في البحر المتوسط نفسه بين تركيا وقبرص، ولكن بشده اقل من 5 يعني واقل من 4، وبالتالي هذه لما بتعمل موجات بتنتهي قبل ما توصل الى الحدود المصريه. لكن لو في زلزال قوي هو اللي موجاته توصل للبحر، لكن التشقق اللي كان مصاحب انه نفس وقت الزلزال ده بقى يا دكتور. نحن الان في ايام فيها نواه، واحنا عارفين النواه دي كويس وهي بتيجي في وقت الشتاء، وكان في نواه اسمها نواه الكرم ودي بتستمر 7 ايام، والنواه شدتها بتختلف من سنه الى اخرى. وايه هي النواه؟ النواه يعني عباره عن رياح شديده وامواج مرتفعه وامطار غزيره، فكان في امطار غزيره. فيعني هنا برضو نقول هل زلزال ضخم زي زلزال تركيا لما يجي يؤثر في مصر يؤثر في 20 متر في يعني على يعني الكورنيش وبلاط الكورنيش 20 متر والعمارات اللي بعد واي مكان اخر ما حصلش حاجه؟ يعني الكلام برضو مش منطقي ان احنا نقول ان هذه التشققات اللي حصلت في الكورنيش نتيجه الزلزال، لان الزلزال لما يؤثر هيؤثر على شواطئ مصر كلها. ويعني وبعدين طيب يعني الحقيقه
بورسعيد ودمياط هي اقرب لتركيا من اسكندريه. لما إذا احنا يعني هي كانت مصادفه بسبب وجود النوى وليس لها اي ارتباط بزلزال تركيا وسوريا. هي النوى وشده الامطار. وبرضه هنا ايه بقى عدم جوده العمل. لما احنا بنشتغل في حاجه لما بنعمل كورنيش هل معمول بطريقه جيده ولا لا، هنا بيبان الشغل يعني بيبان الاختبار. حتى اللي زود المشكله في تركيا وطبعا هي واضحه اكتر في سوريا ان المباني ضعيفه، المباني غير مطابقه للمواصفات الهندسيه. وبالذات يمكن الدرس الاول لتركيا دلوقتي ان تركيا ارض زلازل وزلازل ضخمه، وبالتالي هنا لابد يكون في كود للزلازل ومطبق وحارسينها. يمكن تركيا خلال الفتره الاخيره عملت حاجه اسمها يعني التصالح مع المخالفين في المباني. اللي مش عامل كود الزلازل تصالحت معاه، وبالتالي كانت النتيجه ان معظم المباني انهارت نتيجه ان هي غير متبعه للكود. هل احنا عندنا كود الزلازل ده يا فندم في مصر؟ وهل هو بيتم قبل ما اعطاء تصريح؟ هو موجود. هو انا عارفه انه في الاماكن الجديده العاصمه الاداريه كلها المدن الجديده معظمها، لكن في الاماكن العاديه يعني لا. هو الشغل المحترم اللي بتاخده شركات كبرى المفروض ان هو يكون راعوا فيه الكود الزلزال. احنا بنتابع. هل بعد اللي حصل ممكن يبقى لمصر طريقه ثانيه او يعني قواعد اخرى؟ هو المفروض ان كل دوله لها كود زلزالي يختلف لسبب ان مخاطر الزلازل في تركيا، وان يحصل ان احتمال يحصل زلازل بشده فوق السبعه ده احتمال كبير، وبالتالي يبقى كود الزلازل عندها عالي. ممكن في اليابان كود الزلازل اعلى من تركيا لان شده الزلازل في اليابان اكبر وهي عرضه للزلازل. يعني هي دائما اليابان هي على زلازل مستمر. يعني يوميا ما من يوم يعدي الا وفي زلزال على الاقل 6 ريختر موجود في المحيط الهادي. فهذه المناطق لها كود زلزالي مرتفع عشان الحاجات دي بيبقى فيها تكاليف في المباني. فبالنسبه لمصر، مصر موجوده في منطقه يعني من اقل مناطق العالم عرضه للزلازل، وبالتالي الكود الزلازل عندنا هيبقى منخفض، مش هيبقى زي سوريا ولا هيبقى زي تركيا. فعشان ما نكلفش نفسنا برضو تكاليف يعني لحاجه ما بتحصلش. فاذا الكود برضو لازم نراعيه، وخصوصا لما بنعمل مباني مرتفعه وابراج. فلازم يراعى، والمفروض هو موجود، لكن المشكله عدم التطبيق وعدم المتابعه، وده اللي زود الكارثه في تركيا. كان في صوره مشهوره جدا وقت الزلزال تقريبا مكان الهيئه الهندسيه عندهم وجنبه العماير عاديه الباقيه فيما كل اللي حواليها كانت الهيئه الهندسيه في تركيا، والباقي كله للاسف على الارض يعني لانها كانت مبنيه. شفنا فعلا ان يعني مجموعه يعني العديد من المباني انهارت، ولكن في بعض المباني يعني كانت واقفه في وسط هذه المباني المنهاره. يبقى ده معناه ان هذا المبنى كان معمول بطريقه سليمه بدليل. وبالتالي احنا لما نشوف مثلا زلزال في اليابان في 2011 ده كان شدته 9.1 9.1 يعني معناه اكبر اقوى من زلزال تركيا 1000 مره. ومع ذلك اللي مات في اليابان 18000 بزلزال قوته 1000 مره من زلزال تركيا، لان هم من سنوات يعملوا بكود الزلازل وعندهم المباني كلها تخضع لهذا الكود لان دي منطقتهم. طيب انا خايفه الوقت يخلص، انا خايفه الوقت يخلص وحضرتك معايا. كان العدد الضحايا اقل من 5000. بالكلام عن تاثر السدود في تركيا بالزلزال اللي حصل، وانه تم فتح هذه السدود واللي كانت حاجزه المياه عن نهري دجله والفرات، بالكلام عن ده وفكره خطوره هذا في المنطقه وفكره سد النهضه وفكره انه ممكن الزلازل تؤثر على ايه وما تاثرش على ايه وفكره الملء الرابع وكل هذه التفاصيل، انا محتاجه اتكلم عن الملء الرابع واحنا وصلنا لفين، ومحتاجه تقول لي دلوقتي عن فكره خطوره الزلازل على فكره السدود المقاومه ومدى مقاومتها للزلازل. السدود هي عباره عن وزن، والبحيره او خزان السد عباره عن كميه مياه. هذه الكميه هي وزن ايضا. المشكله ان هذا الوزن بيبقى وزن جديد يعني ما كانش موجود قبل كده، وبالتالي يبقى تاثيره اقوى، وده بياخد سنوات طويله الى ان تستقر القشره الارضيه من تحت السد. لان في البعض في احد الزملاء اليوم قال طيب ما البحار والمحيطات مليئه بالمياه ليه ما حصلش الزلازل؟ او لا، البحار والمحيطات مليئه بالزلازل بالفعل، ولكن
مياه البحار والمحيطات بقى لها ملايين السنين، وبالتالي الأرض بالنسبة لوزن المية مستقرة الآن. أما لما بنعمل سد دلوقتي بنخزن فيه كمية مياه خلال سنتين ثلاثة أربعة خمسة. يعني سد النهضة على سبيل المثال إن لما يخزن 74 مليار متر مكعب معناها 74 مليار طن، هذا الوزن لم يكن موجودا من قبل، وبالتالي الأرض بتحاول إنها يعني تستوعب هذه الثقل، وبيبقى فيه يعني زي يعني استقرار للأرض. ده بيحدث على هيئة زلازل. إحنا عندنا السد العالي في بعض الزلازل بس الزلازل خفيفة بسبب وزن بحيرة ناصر، لكن منطقة السد العالي منطقة مستقرة. لما بنيجي نعمل سدود في مناطق هي مناطق زلازل بالفعل وفيها تشققات، وهذا ما حصل في تركيا، المياه بتتسرب بالضبط، المياه بتتسرب وتملأ هذه التشققات وتساعد على انزلاق الطبقات. لما يبقى فيه المياه ما بين الطبقات، وخصوصا لو فيه طبقات مليئة بالطمي، الطمي هنا لما يتشبع بالمياه بيعمل كأنه طبقة، يعني يحصل فيها انزلاق على هذه الطبقة بسبب الطمي. فإحنا كده بنساعد، يعني لما بنعمل سدود في بيئة زلزالية زي تركيا يبقى انت بتساعد. يعني ما بقولش ان الزلازل هي السبب الرئيسي، لكن الزلازل بتساعد، بدليل ان حصل زلزال 39 ما كانش فيه سدود، ولكن السدود بتساعد. فانت لما يبقى في بيئة يعني هشة بهذا الشكل ومليئة بالفوالق ومتحركة يبقى بقى تعمل عليها. يعني تركيا عندها 600 سد، 600 سد مخزنين أكثر من 650 مليار متر مكعب. في منطقة الأنادول فيها 10 سدود. سد أتاتورك قريب جدا من مراكز الزلازل الحالية فيه 49 مليار متر مكعب، يعني 49 مليار طن. الخوف دلوقتي تركيا بتفرغ لسبب تاني كمان، مش إن هو سبب الزلزال، لأن لو حصل زلزال آخر بشدة أقوى أو حتى أقل، ربما دلوقتي يكون في شروخ في مناطق تحت السد بزلزال متوسط يؤثر، لو حصل انهيار للسد هيبقى في طوفان، وبالتالي تركيا بتحاول تخفف لو حصل حاجة في المستقبل، مش لأن الوقت المياه دي هي اللي مسببة وزن دلوقتي ولما نخففها مش هيبقى في زلزال. لا، الخوف الأكبر لما يحصل زلزال آخر ويحصل تشقق وبالتالي يحصل فيه فيضان شديد. إذن ده سبب يخلينا لما يبقى أنا عايش في بيئة فيها خطورة بهذا الشكل، المفروض إن لو ممكن أعمل سد يخزن 10-20 مليار لا أعمله في 5 مليار، لأن لو حصل زلزال علشان نتدارك ما ممكن يحدث. أنا بختم وطبعا الوقت صغير جدا، لكن لو نصيحة تقولها دلوقتي لمشاهدينا بيسمعونا لو لا قدر الله بالفعل تعرضنا لمثل هذا، ولكن أولا إن الزلازل ممكن تحصل في أي مكان في العالم، ولكن مناطق الزلازل اللي فيها الاحتمالات أكبر معروفة، وإن فيها الشدة معروفة، زي كما ذكرت المحيط الهادي وبعض المناطق زي تركيا وقبرص وجزيرة كريت. يعني في البحر المتوسط قبرص وكريت هي اللي بيحصل فيها الزلازل وتوصلنا موجاتها، لأن اتصال إفريقيا بأوروبا في هذا المكان وليس على الشاطئ الأسكندرية. لكن عايز أؤكد على أن مصر موجودة في مناطق مستقرة إلى حد كبير بالفعل، ولما بتحدث زلازل بتكون زلازل، يمكن زلزال 92 كان شدته 5.8 هذه الشدة يعني بسيطة إذا كانت المباني قوية. فإحنا كان عندنا مشكلة المباني، لكن لو حصل لا قدر الله يعني حاجة شبيهة هنا ما يبقاش فيه الهلع والاندفاع على السلالم، ويبقى الهدوء في البيت، لأن الزلزال بياخد ثواني يعني مش هتعرف تجري منه، فخلاص يبقى استقروا. وخصوصا لما يحصل في اوقات زي النهار ويكون في تجمعات في مدارس في جامعات في مستشفيات في هو النهارده حقيقي وزاره التربيه والتعليم انا شايفاهم كانوا منزلين تدريبات للطلبه على ازاي التعامل في هذا التوقيت، وده عجبني جدا، يعني ده شيء عظيم، لان الاولاد برضو بيروحوا يحكوا لاهلهم بالليل يا دكتور في البيت. بالظبط، احنا ممكن نعمل برامج توعيه في حاله حدوث زلازل او اي مشاكل من هذا النوع، ازاي الانسان يتصرف لو كان في بيته بيحمي راسه بينزل تحت ترابيزه، لان ربما حاجه تسقط عليه. طيب او اي حاجه. اخر حاجه، هل ممكن اثيوبيا تعيد التفكير في الكميات اللي هي هتخزنها بعد ما حدث في تركيا من سدود؟ سريعا، هل ممكن يعيدوا التفكير في لا تركيا دلوقتي؟ تركيا بتفرغ دلوقتي سدودها وهتفكر 100 مره قبل ما تعمل، لان هي عندها مشروع جنوب الاناضول يعمل 22 سد، هم عاملين 10 منهم دلوقتي، وبالتالي تركيا لا هتفكر 100 مره بعد كده في السدود القادمه وفي المخزون لكل سد.
أنا بشكر حضرتك، ودائما وجودك لنا إضافة كبيرة، وعشان كده بنكون حريصين على وجود حضرتك دكتور عباس شرائي أستاذ جيولوجيا جامعة القاهرة. بشكرك جدا يا فندم، شرفتنا. شكرا جزيلا، تحياتي لكم جميعا. شكرك يا فندم. شكرا. يمكن من الأخبار السيئة وهي وفاة مواطنة مصرية في زلزال تركيا، والخارجية تنسق مع السلطات لدفن الجثمان، ربنا يرحمها ويعزي أهلها. بشكر حضراتكم، دي كانت حلقتنا النهاردة، وبكرة حلقة جديدة ومميزة في مساء الخير.